إنها سيدة في 87 من عمرها تتعهد ولو متأخرة عن التوقف عن السرقة. كيف ذلك ومن هي؟ فبعد 70 عاما من امتهانها السرقة، تعهدت الأمريكية دوريس بين بأن تتخلى عن تلك المهنة التي جنت منها أكثر من 2,000,000 دولار خلال 7 عقود، جعلتها تطلق على نفسها لقب اللصة الأكثر نجاحا في الولايات المتحدة. يا للامتياز. وحتى هذا العمر بقيت السارقة الأمريكية المسنة تطمح لتوسيع نشاطها الفردي إلى خارج الولايات المتحدة، مستهدفة خصوصا محلات مجوهرات كارتييه الشهيرة في مونتي كارلو. ولو لم يتم القبض عليها منذ شهر في أحد الفروع المحلية لمتاجر وول مارت في الولايات المتحدة، وتمثل مجددا ربما للمرة الأخيرة أمام المحكمة وتتعهد بأن تتوقف عن السرقة تماما، كانت اليوم حققت حلمها بأن تذهب إلى أوروبا. دوريس كانت سجنت مرات عدة في حياتها بسبب سرقاتها التي تأرجحت بين شوكولاتة بقيمة $2 وخاتم ألماس تبلغ قيمته $500,000، إلى سرقتها الأخيرة الخفيفة لملابس بقيمة $82 من متاجر وولمارت. فكان حكم القاضية المحلية في تشامبلي في الولايات المتحدة على دوريس الأسبوع الفائت مجرد أمر: لا تعودي إلى السرقة مجددا. فتعهدت سيدة 87 عاما بأن لا تفعل ذلك فيما تبقى لها من العمر، العمر الطويل يا دوريس. يشار إلى أن فيلما وثائقيا كان أنتج عام 2013 عن حياة دوريس بين، تقول فيه إن أول سرقة قامت بها في حياتها كانت لمساعدة والدتها، وسرقت بعدها لضمان سعادة أمها بعد الطلاق، إلى أن تحولت السرقة بالنسبة إليها وبعد وفاة والدتها إلى عادة حياتية.